نروح بقى في بعض، يعني احنا بنتكلم هنا انجازات طبعا، حررنا كل حاجه بادله ونتحدى حد يثبت غلطه واحده بس في كل اللي احنا قلناه ده. تمام. لكن احنا بقى في بعض الناس بيقولوا ان هم يعني عندهم انجازات، وهنشوف اول فيديو معانا الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف وهو بيقول بعض الانجازات ليه ونشوف مدى صحتها. يلا نشوف الفيديو مع بعض. يلا يلا تعالوا نشوف. فيها احسن لعيب هو ما بلعبش في بتاعك ليه؟ ما بلعبش فيرود، كنت بلعب من تحت الفيرود. ايوه. يعني واخد احسن بطوله، احسن لعيب في البطوله في نص ملعب. فده طبعا يعني الحمد لله ده يعتبر انجاز شخصي ليا، ان انا تعرف لعيب نص ملعب يا كابتن طارق بيحتاج اللي هو يبقى لعبته كورته كويس. وبعدين كان معانا مين معلش من غير تحديثك في الفرقه؟ كابتن حازم امام، وكان في شامب شروان، كان في كابتن خالد الغندور، كان في اسماء كبيره جدا، كابتن حسام حسن، كان في اسماء كبيره جدا جدا. وانت ما تقلش طبعا الاسماء دي اي شيء، لا هم طبعا، انما ان انت تحصل على احسن لعيب في افريقيا في بطوله 2002 في ظل الاسماء الكبيره والكوكبه الكبيره من النجوم دي، حاجه تشهد لك كابتن. والله يا كابتن طارق يعني هو طبعا هو كابتن وليد عبد اللطيف بيقول ان هو افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا 2002. طبعا ده هو ما اعرفش هو جاب الانجاز ده منين، بس الحاجات دي بنرجع لها المصادر. ما ينفعش حضرتك تطلع تقول انا افضل لاعب في العالم، طب ايه الدليل؟ طيب بالظبط. فطبعا احنا كابتن هو لاعب الرجاء كابتن هشام بوشروان هو اللي اخذ افضل لاعب في افريقيا سنه 2002، وده عندنا مصدرين. المصدر الاول من البي بي سي، لو هنعرض الصوره مع بعض هنلاقي المصدر بيقول افضل لاعب داخل بطوله دوري ابطال افريقيا اللي هو مظل عليها بالاصفر دي هي شامبو شروان. وبرده مصدر ثاني موقع اليويفا الرسمي، يعني حتى كان اليويفا ما اعرفش كان مهتم ليه بالليج بلاير. نرجع ثاني لو سمحت، صوت البي بي سي اوضح طبعا، بس كان بيست افريكان شامبيونز ليج بلاير شامبو شروان، شامبو شروان الرجاء المغربي المغرب. تمام. فطبعا ده دليل 2002 الجائزة اللي طبعا الجائزة بيعلن عنها في 2003، فهي جائزة 2002 لكن بيعلن عنها في 2003. تمام. دي شيء معروف. تمام. تمام. دي أول حاجة بالنسبة للإنجاز اللي طبعا ده على فكرة طبعا هو دايما بيقوله كابتن وليد صلاح عبد اللطيف، بيقول دايما الإنجاز ده كاعتبار هو حاجة أهم حاجة في السي في بتاعه. هو طبعا ده كلام مش صحيح بالمرة، وردينا عليه بالصورة ونتحدى أي حد يثبت غلطنا، يعني احنا بنتكلم حاجة بمصادر أنا مش شايف حاجة في أجنبية. الصورة دي موقع الويفا ممكن يدخل معانا ورا، بس هي بنفس الكلام ده بس إثبات كده عشان بس إيه يكون في مصدرين للموضوع يعني. تمام تمام.